السلام عليكم ازيكم عاملين ايه النهارده ان شاء الله اشرح لكم طريقه عمل المفرش دوت هو عباره عن عشر سطور سبع سطور للوحده المربعه وثلاث سطور للقنار والمفرش ده جميل جدا ممكن تستخدموه لحاجات كتيره جدا ممكن تستخدموه كرنر او كمفرش سفره او كمفرش لاي ترابيزه وممكن كمان يستخدم كقطعه واحده او وحده واحده في مفارش النيش ومفارش الكومودين والمفارش الصغيره وكمان ممكن نستخدمه كسجادة بان احنا نعمله بخيط الكليم او خيط المكرمية وبرضو ممكن نستخدمه كمفرش للسرير انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشي اتمنى من البنات اللي لسه ما اشتركوش في القناة انهم يدوسوا على زر سبسكرايب وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من محبين الكروشيه والهاند ميد انا هنا استخدمت خيط صياد وابرة إيه مقاس واحد وربع الخيط دوت من عند الجميلة سهى درويش محل مغارة الخيوط هحط لكم اللينك في صندوق الوصف ممكن تستخدموا اي خيوط قطن ممكن برضو تستخدموا خيط منجد ممكن طبعا خيط الصياد هيبقى جميل وشيك جدا وبيدي لمعة حلوة جدا في الشغل وممكن لو هتعملوه مفارش للسرير تستخدموا خيوط صوف او خيوط قطن عادي ولو هتعملوه سجاد استخدموا خيط كليم او خيط مكرمية مصري انا هنا في العينة هوريها لكم عشان تبقى واضحة اكتر هستخدم خيط هيمالايا سنو وإبرة مقاس سبعة وبعد كده هبقى أكمل بقية شغل المفرش بالخيط الصياد أول حاجة هعمل الدايرة السحرية بحط الفتلة بتاعتي بالطريقة دي وبلفها حلقتين حوالين إيدي وبعد كده بخلي الفتلة دي ترجع لورا بالشكل ده وبجيب الإبرة بتاعتي وبقوم سحبة الفتلة دي لبره الناس اللي بالنسبة لها الدايرة السحرية صعبة اعملوا بدلها ست سلاسل وقفلوها بغرزة منزلقة هبتدي بعد كده ارتفع تلات سلاسل والتلات سلاسل دول بمثابات اول عمود وبعد كده هدخل في الفراغ دوت وهعمل فيه خمستاشر غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة خمستاشر كده احنا خلصنا الخمستاشر عمود والتلات سلاسل بمثابات أول عمود يبقوا كده كأنهم ستاشر عمود هبتدي أقفل الدايرة السحرية بتاعتي بجيب الفتلة دي ببتدي أسحبها هلاحظ ان في فتلة اتشدت عن الثانية اللي هي الصغيرة دي هبتدي اقوم قافلة بيها الدايرة بتاعتي بشدها كده جامد من فوق بشدها لحد ما اقفل الدايرة بتاعتي خالص وبعد كده ارجع اشد تاني الفتلة الصغيرة بتاعتي هنلاقي بتاعتنا آه الدايرة بتاعتنا اتقفلت كويس وبقت محكمة كويس ما تقلقوش بقى ان هي تتفتح تاني طيب هبتدي بعد كده أعمل غرزة منزلقة هنا في أول عمود عشان هتقفل فوق غرزة السلاسل بغرزة المنزلقة دي فيتكون عندنا كده ستاشر حلقة بما فيهم بتاعت البداية دي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر، هبتدي ارتفع تلات سلاسل هدخل في اول فراغ هعمل غرزة عمود ممتد بس مش هقفلها باخد سحبة خيط بيتكون تلات فتلات على الابرة بسحب فتلة منهم وبعد كده فتلتين واسيب فتلتين على الابرة وبعد كده هدخل في الفراغ اللي بعديه هعمل غرزتين عمود ممتد مش مقفولين باخد سحبة واسحب مرة وبعد كده اسحب فتلتين واسيب واحدة على الابرة واخد اللفة اللي بعديها وادخل في نفس الفراغ واسحب الخيط ولينا دعوة بالفتلتين دولة دولة بتوع العماويد اللي قبليهم اخد سحبة واطلع فتلة وبعد كده اسحب الفتلتين دول مع بعض هيتكون عندي هنا اربع فتلات على الابرة اقوم سحبهم مع بعض مرة واحدة بعدين اعمل سبع سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسه سته سبعه وهدخل في الفراغين دولت في كل واحد هعمل عمودين ممتدين مش مقفولين لو بالنسبه لكم العمود الممتد صعب ممكن تعمله عمود بلفتين هدخل في اول فراغ واخد سحبه يتكون ثلاث فتلات بسحب اول فتله وبعد كده بسحب تاني فتلتين وبسيب فتله على الابره وبعد كده باخد لفه وادخل في نفس الفراغ تاني بسحب الخيط واسحب فتله واحده واسحب فتلتين واسيب الفتله الثالثه على الابره وبعدين بدخل في الفراغ اللي بعديه برضو اعمل عمودين ممتدين غير مكتملين باخد سحبه وبعد كده السحبه الثانيه واسيب الثالثه على الابره وادخل تاني في نفس الفراغ اعمل سحبة والتانية يتكون على الإبرة خمس فتلات أقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده أعمل سبع سلاسل اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تاني هدخل في الفراغ دوت والفراغ دوت وأعمل غرزة منتفخة من أربع عواميد ممتدين أول اتنين في أول فراغ باخد سحبة التانية وبعدين بدخل تاني في نفس الفراغ دوت باخد سحبة تانية يتكون ثلاث فتلات اخد لفة على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعديه باخد سحبة والتانية بعدين اخد لفة وادخل في نفس الفراغ باخد سحبة فتلة واحدة وبعد كده فتلتين يتكون خمس فتلات اقوم سحباهم مرة واحدة واكمل تاني سبعة سلاسل هكمل بنفس الطريقة دي لحد ما اخلص السطر وبعد كده هوريكم هنعمل ايه كده انا خلصت السطر التاني وزي ما انتم شايفين الفرق ما بين حجم السطر التاني هنا والسطر التاني هنا عشان كده انا حبيت اوريه لكم بخيط آه سميك عشان يبقى واضح اكتر بالنسبه لكم طيب آه دلوقتي انا هقفل السطر بغرزه منزلقه في الغرزه ديت وبعدين هدخل في الفراغ دوت هعمل بردو غرزه منزلقه السطر دوت بقى هنشتغله ازاي بسيط جدا وسهل السطر التالت في كل فراغ من الفراغات ديت هدخل واعمل تسع عواميد بس كده هو ده كده السطر دوت فانا هرتفع هنا ثلاث سلاسل بمثابات اول عمود وبعدين هدخل في الفراغ دوت اكملهم تسعه الثلاث سلاسل كانهم اول عمود دول بيتحسبوا واحد وده كده 2 ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه وتسعة. خلاص يبقى هدخل بعد كده على طول في الفراغ اللي بعديه هنا هعمل تسعة في الفراغ اللي بعديه تسعة في الفراغ اللي بعديه تسعة يعني انا خلصت التسعة دولت هنا هقوم واخدة لفة ودخل على طول في الفراغ اللي بعديه هنا وشغالة تسع عواميد بلفة انا هكمل السطر بنفس الطريقة دي وبعد كده هوريكم هنعمل ايه كده انا خلصت السطر الثالث وهقفله بغرزة منزلقة في السلسله رقم ثلاثة اللي هي فوق وبعد كده هدخل في غرزه العمود الاول وهعمل غرزه منزلقه وهرتفع ثلاث سلاسل ومثبات اول عمود هبتدي اشتغل في الست عواميد الجايين ست عواميد بلفه اول عمود تانى عمود ثالث عمود اربعه خمسه وسته هعمل ايه دلوقتي هسيب العمود الاخير والعمود الاول مش هشتغلهم هشتغل مكانهم خمس سلاسل وبعد كده هشتغل هنا سبع عواميد وهسيب العمود الاخير والعمود الاول مش هشتغل فيهم يعني انا دلوقتي هشتغل خمس سلاسل ثلاثه اربعه خمسه وبعد كده هسيب العمود الاخير والعمود الاول دول مش هشتغل فيهم وهدخل في العمود الثاني دوت اعمل فيه عمود واللي بعديه عمود لحد ما اكملهم سبع عواميد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وسبعة وبعد كده خمس سلاسل اتنين تلاتة أربعة خمسة واسيب العمود الاخير ده والعمود الاول ده وادخل في العمود الثاني اعمل غرزه عمود هكمل السطر بنفس الطريقه دي هعمل ايه سبع عواميد خمس سلاسل واسيب العمود الاخير والعمود الاول سبع عواميد خمس سلاسل واسيب العمود الاخير والعمود الاول وهكذا لحد ما خلص السطر الرابع بتاعي كده انا خلصت السطر الرابع وده حجمه كده بالمقاس الكبير وده حجمه بالمقاس اللي هو بخيط الصياد انا شغاله في الاثنين مع بعض عشان هوريكم طريقه التشطيب والتشبيك بالخيط الصياد في النهايه طيب هبتدي بعد كده عشان اقفل السطر الرابع هرتفع غرزتين سلسله بدل الخمس سلاسل هعملهم سلسلتين وهاخد لفه وهدخل في السلسله رقم ثلاثة دي هقفل بيها بغرزه عمود بان انا دخلت فيها واعمل غرزة عمود عشان القفلة بتاعتي تبقى في النص كده مش في الجنب دوت هرتفع بعد كده ثلاث سلاسل وهدخل في الفراغ دوت هعمل عمودين واحد وبعد كده تاني عمود هعمل بعد كده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة وهسيب عمودين مش هشتغل فيهم وهشتغل في التلات عواميد اللي بعديهم تلات عواميد تناقص يعني أنا هدخل دلوقتي في العمود رقم تلاتة هاخد لفة على الإبرة وادخل في العمود رقم تلاتة واسحب الخيط واسحب فتلتين بس مع الإبرة وبعد كده آخد سحبة خيط وادخل في العمود اللي بعديه واخد سحبة واحدة بس من على الإبرة واخد لفة وادخل في العمود اللي بعديه واخد سحبة واحدة على الابرة هيتكون عندي اربع فتلات هسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده هعمل خمس سلاسل تانيين وهاجي في الفراغ دوت هشتغل عمود اتنين تلاتة، وبعد كده تلات سلاسل و تلات عواميد، يبقى احنا في الفراغ دوت عملنا تلات عواميد، تلات سلاسل تلات عواميد، ده تاني عمود ودوت ثالث واحد، بعد كده هعمل خمس سلاسل اتنين تلاته اربعه خمسه وهكرر تاني هسيب اول عمودين دولت وفي الثلاث عواميد دول هعمل ثلاث عواميد تناقص واحد اتنين في ثالث واحد بدخل بعمل عمود واخد لفه واعمل العمود غير مكتمل واخد لفه واعمل ثالث عمود غير مكتمل بأن انا بسحب سحبة واحدة بس علي الابرة يتكون اربع فتلات اقوم سحباهم مره واحده وثاني خمس سلاسل واجي بعد كده في الفراغ ده هعمل ايه هعمل ثلاثه عواميد ثلاث تلت سلاسل ثلاثه عواميد اول عمود ثاني عمود ثالث عمود ثلاث سلاسل و ثلاث عواميد تانيين، واحد اتنين و خلاص وبعد كده تاني هنعمل ايه تاني؟ هنكرر تاني ازاي السطر، هشتغل خمس سلاسل، الثلاث عواميد اللي في النص دول ثلاث عواميد تناقص خمس سلاسل في الفراغ دوت تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد زي دول هكمل كده لحد نهاية السطر بتاعي وبعد كده هوريكم هنعمل ايه خلصت انا كده السطر الخامس بتاعي ودي هنا اخر مجموعة المفروض هخش اعمل فيها برضو تلات عواميد هنا فهدخل في الفراغ دوت تاني وعشان اقفل السطر هشتغل هنا تلات عواميد واحد اتنين ثلاثة وبعد كده هعمل الثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة وهقفل السطر بغرزة منزلقة في السلسلة رقم ثلاثة بتاعة اول السطر بعد كده هرتفع تلات سلاسل للسطر السادس وعايزاكم تركزوا معايا بقى في السطر السادس هبتدي في العمود التاني والتالت هعمل فيهم تناقص بان انا باخد سحبه وسحبه تانية من العمود الثاني يتكون ثلاث فتلات اقوم سحباهم مع بعض عايزه اقول لكم بقى ان احنا دلوقتي هنبتدي نشتغل في المجموعة اللي هي المثلث دي في الفراغ ده وفي الفراغ ده ودايما الشغل اللي هو في الجزئية دي هيتكرر في كل واحدة في نفس الجزئيات دي فهنا انا هعمل ايه هعمل هنا خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاجي في الجزء اللي هو الفراغ دوت هعمل عمود مش هكمله وهنا هعمل عمود مش هيكملوا يعني هعمل عمودين تناقص بس عمود هنا والعمود التاني هنا فهبتدي ادخل في اول فراغ دوت اعمل عمود واخد سحبه واحده بس من الخيط وادخل في الفراغ اللي جنبيه هاخد عمود تاني واخد سحبه واحده بس من الخيط يتكون ثلاث فتلات نقوم سحبينهم مع بعض وبعد كده هعمل خمس سلاسل اتنين تلاته اربعه خمسه يبقى احنا هنا في الجزئيه بتاعت المثلث دي عملنا خمس سلاسل عمودين تناقص خمس سلاسل هنيجي بقى في الجزئيه دي دايما في الجزئيه اللي احنا عاملينها لغرزه المروحه او شبه المروحه دي دايما العواميد اللي على الجنبين دول بنعملهم تناقص فانا هبتدي اعمل ثلاث عواميد تناقص اول عمود تاني عمود وثالث عمود يتكون أربعة فتلات على الإبرة نسحبهم مع بعض مرة واحدة وهاجي في الفراغ دوت هعمل تلات سلاسل وثلاث غرز منتفخة بس بالعمود الممتد ادي أول سحبة تاني سحبة واخد لفة تاني على الإبرة وادخل في الفراغ اخد سحبة والتانية واسيب السحبة التالتة على الإبرة وادخل في نفس الفراغ أعمل تالت سحبة للعمود الممتد يتكون اربع فتلات معايا نسحبهم مع بعض مرة واحدة. ده كده اول منتفخة. هنعمل كمان منتفخة تاني بعد ما نعمل ثلاث سلاسل. دي ثلاث سلاسل. هدخل في نفس الفراغ ده تاني. واعمل منتفخة من عمود ممتد. لو حسنكم هتتلخبطوا من موضوع ان هو عمود ممتد اعملوها منتفخة من عمود بلفة زي ما قلت لكم قبل كده في السطر التاني. لو بتتلخبطوا في العمود الممتد ماشي كده عملنا كده تاني آه غرزه منتفخه من العمود الممتد هعمل بعد كده ثلاث سلاسل وهنا الجزء اللي هما بتوع ثلاث عواميد دول هعمل ايه فيهم هعمل ثلاث عواميد تناقص ده كده اول واحد تاني واحد وثالث واحد ونقوم سحبينهم مع بعض مرة واحدة رجعنا هنا لأني جزئية للجزئية بتاعة الفراغين والمثلث يعني هنعمل خمس سلاسل عمودين تناقص من هنا وهنا وخمس سلاسل كده يبقى هنعملها مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هدخل في الفراغ الاول دوت واعمل عمود ما واخد لفه وادخل في الفراغ التاني اعمل عمود تاني وما كملوش واقفل العمودين مع بعض سوا وبعد كده خمس سلاسل تاني تلاتة اربعة خمسة واجي هنا في الجزئية دي هبتدي اعمل ايه التلات عواميد دولت بنعملهم دايما ايه تناقص واحد اتنين تلاته وبعد كده اسحبهم مع بعض مره واحده وبعد كده هعمل ثلاث سلاسل والمره دي هيبقى مختلفه شويه هقوم عامله فيها غرزه حشو وبعد كده هعمل ثلاث سلاسل تاني وهاجي في الثلاث عواميد دول هعمل فيهم ثلاث عواميد تناقص واحد اثنين ثلاثه واقوم سحبهم مع بعض مره واحده ارجع تاني في الفراغ دوت هعمل ايه هعمل خمس سلاسل ثلاثة اربعه خمسه عمودين تناقص في الفراغين ادي إيه اول عمود وادخل في الفراغ التاني اعمل تاني عمود يتكون تلات فتلات على الابره اقوم سحباهم مع بعض مره واحده واعمل بعد كده خمس سلاسل تاني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هنا هلاقي اللي هي الجزئيه بتاعت المروحه دي هبتدي اقوم داخله فيها اول ثلاث عواميد بنعملهم تناقص واللي على الجنب التاني في الثلاث عواميد بنعملهم تناقص ده اول عمود وتاني عمود ودوت ثالث عمود الاختلاف في المكان اللي في النص دوت هنشتغل ايه مره هنشتغله منتفخه ثلاث سلاسل منتفخه والمرة التانية هنشتغلوا تلات سلاسل حشو تلات سلاسل فاحنا اخر مرة اشتغلناها ايه؟ استنى بس اظبطه لكم كده عشان تبقوا شايفينه اخر مرة اشتغلنا هنا تلات سلاسل حشو تلات سلاسل يبقى احنا هنا هنكرر الجزئية دي اللي هي تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل يبقى احنا هنا في الفراغ دوت هنشتغل هنا تلات سلاسل الجزئية بتاعة المنتفخة هنا اول منتفخه بتلات عواميد ممتدين واقوم سحبهم ثلاث سلاسل تاني ومنتفخه بتلات عواميد ممتدين واحد اثنين ثلاثه واقوم سحبهم وبعد كده ثلاث سلاسل ايه okay. وبعد كده نيجي في الثلاث عواميد دول بنعمل ثلاثه عواميد تناقص واحد اتنين, تلاتة. و واقوم ساحباهم مع بعض ونيجي هنا تاني بقى هنكرر اللي خمس سلاسل العمودين طيب هوريكم بقى احنا عملنا ايه كده عشان اه ما حدش يتلخبط وانا ايه حبيت اوضحها لكم كذا مره عشان ايه ما تلخبطوش يعني احنا عشان دلوقتي بنكون الشكل المربع فواحده من دي دائما احنا في الثلاث عواميد دول بنشتغل ثلاث عواميد تناقص عشان تبقى شكل مثلث كده او شكل رقم تمانية وهنا برضو بنشتغل ثلاث عواميد تناقص الاختلاف الوحيد في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل دول مره بنشتغلهم ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل والمره اللي بعديها بنشتغلهم ثلاث سلاسل منتفخه تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل يعني احنا هنا اخر مرة اشتغلناهم هنا تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل يبقى احنا في المجموعة دي هنعمل تلات سلاسل حشو تلات سلاسل في الجزئية دي هنعمل تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل منتفخة تلات سلاسل في دي تلات سلاسل حشو تلات سلاسل حشو طيب يعني احنا هنمشي السطر دلوقتي ازاي هنا الجزئية بتاعت الهرم والفراغين يبقى خمس سلاسل عمودين تناقص خمس سلاسل وبعد كده هنا التلات عواميد التناقص بتوعنا وبعد كده التلات سلاسل حشو تلات سلاسل والتلات عواميد التناقص بعد كده خمس سلاسل عمودين تناقص من الفراغين دول خمس سلاسل هنا تاني التلات عواميد التناقص وبعد كده ثلاث سلاسل منتفخة ثلاث سلاسل منتفخة ثلاث سلاسل وعمويد التناقص الثلاثة دول أنا هكمل السطر بنفس الطريقة دي وبعد كده هوريكم هنعمل إيه خلصت أنا كده السطر السادس فأنا هنا عملت الثلاث عواميد تناقص وفاضل الفراغ دوت هنشتغل فيه هنعمل فيه ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنا حشو بس بدل ما هنعمل الثلاث سلاسل الاخر هنعمل سلسله وهدخل في الغرزه اللي احنا قفلناها هنا دي هعمل فيها غرزه نص عمود يبقى انا كده قفلت السطر السادس بتاعي ولو ملاحظين ان السطر السادس عندي هنا واخد الشكل المربع خلاص ابتدى ياخد الشكل المربع في الشغل بتاعنا طيب السطر السابع انا هوريه بالخيط بقى الاساسي هنا عشان يبقى واضح بقى معايا حتة حتة كده ببساطة السطر السابع وهو اخر سطر في المربع بتاعنا هو سطر بسيط ما شغل بس ايه برضو محتاج تركيز شوية احنا قفلنا هنا الجزئية دي بغرزة النص عمود هبتدي بعد كده ارتفع خمس سلاسل وهشتغل الشغل في السطر دوت في الفراغات كلها مش هشتغل حاجة على السطور بتاعة السطر اللي قبلها تمام فهبتدي ادخل في الفراغ الاول دوت هنا واعمل غرزة نص عمود وبعد كده خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة وهدخل في الفراغ اللي جنبيه اعمل غرزة عمود وبعد كده خمس سلاسل وفي الفراغ اللي بعديه اللي هو بتاع الثلاث سلاسل منتفخه ثلاث سلاسل منتفخه دي في الفراغ الاول دوت هدخل اعمل غرزه عمود واعمل تاني خمس سلاسل خمس سلاسل دول هيتعملوا ما بين كل غرزه والتانية. وهاجي بعد كده بقى في الجزء اللي هو ما بين المنتفخه دوت ده الوحيد اللي هعمل فيه عمودين وما بينهم خمس سلاسل أول عمود خمس سلاسل ثلاثة أربعة خمسة وفى نفس الفراغ دوت هدخل تانى واعمل غرزة عمود وبعد كده خمس سلاسل اتنين ثلاثة أربعة خمسة هنبتدي بقى ايه الجزئية بتاعة الضلع عشان تابعوني بقى واحدة واحدة هنا دي اللي هتسهل عليكم الطريقة يعني ايه ما تحسبوش من الجزء اللي فات ابتدوا احسبوا من الجزئية دي هنا احنا في الزاوية عملنا عمود خمس سلاسل عمود خمس سلاسل هبتدي في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود وبعد كده خمس سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هدخل في الفراغ اللي بعديه اعمل عمود برضو. وبعد كده خمس سلاسل. اتنين تلاتة اربعة خمسة. هدخل بعد كده في الفراغ دوت هعمل نص عمود. تمام? وبعد كده خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة. في الفراغ دوت هعمل حشو. وبعد كده خمس سلاسل في الفراغ اللي جنبيه دوت هعمل حشو بعد كده خمس سلاسل اتنين تلاته اربعه خمسه في الفراغ دوت هعمل نص عمود خمس سلاسل اتنين تلاته اربعه خمسه وبعد كده هنا عمود وهنا عمود وفي الزاوية دي تاني عمودين ما بينهم خمس سلاسل عمود خمس سلاسل ثلاثة أربعة خمسة هنا عمود خمس سلاسل اتنين ثلاثة أربعة خمسة هنا الزاوية بتاعت الاتنين منتفخة بعمل فيهم عمود خمس سلاسل عمود ادي إيه اول عمود اتنين تلاته اربعه خمسه وتاني عمود في نفس الفراغ هوريكم بقى عملنا ايه دلوقتي عشان دي اللي هنمشي فيها في كل الاضلع بتاعه المربع بتاعنا هنا عملنا عمودين في الزاويه دي طبعا بقى خلاص ما بينهم كل واحد والتاني ما بينهم خمس سلاسل فانا مش هقول ايه على الخمس سلاسل اقولك عملنا ايه عملنا هنا عمودين في الزاويه وبعد كده عمود اتنين نص عمود حشو وكررنا دي تاني هنا حشو نص عمود عمود عمود, عمود عمودين يبقى احنا هنكرر الضلع بتاعنا دوت في كل ضلع من الضلوع دي هنا وفي الضلع دوت تاني هكرر فيهم وهوصل لحد هنا ماشي هنا خلاص هيبقى اللي هما العمودين هنا هيبقى عمود عمود ونص عمود هوصل لنص العمود اللي هنا وهوريكم هنكمل الشغل ازاي خلصت كده السطر الاخير من المفرش الحليوه بتاعنا وزي ما انتم شايفين ان هو ما شاء الله يعني جميل بس طبعا ايه اخر سطر ده المفروض بيبقى يتشد شويه كده يعني ايه بحيث ان هو يبان حلاوته اكتر يا اما هنشتغل عليه السطور بتاعه القنار وهيبان حلاوته اكتر تابعوني واحده واحده هنا احنا عملنا النص عمود والخمس سلاسل فاضل بقى الجزئيه اللي هي بتاعت الايه اللي في النص دي اللي هيبقى فيها هنا دي حشو خمس سلاسل وهنا كان المفروض يتعمل حشو بس طبعا بما ان هنا اخر السطر خلاص واخر جزء في المربع فانا مش هعمل حشو انا هعمل غرزه منزلقه في اول سلسله عملناها بصوا دي اول سلسله اهي انا هدخل فيها هنا واعمل فيها غرزه منزلقه وبعد كده هعمل غرزه سلسله والخيط دوت خلاص انا مش محتاجاه هقصه وطبعا في حاله المربع الواحد دوت لو هتعملوه مفرش للنيش هيبقى تحفه جدا ليه مفارش النيش الصغيرة دي هبتدي الفتلة دي بقى انضفها على جوه على طول فابتدي ادخلها واحدة واحدة ما بين الغرز اذا انا خلصت الوحده المربعه انتظروني بكره ان شاء الله هنزل لكم الفيديو الجزء الثاني لطريقه تشبيك الوحدات وطريقه عمل كنار المفرش ما تنسوش لايك وكومنت وشير والسلام عليكم